الثقة بالنفس من أهم الحاجات اللي بيسعى إليها الإنسان. في الفيديو ده هنعرف يعني إيه الثقة بالنفس وإزاي بتتكون وإيه أهميتها وشعور الشخص الواثق من نفسه وأضرار عدم الثقة بالنفس، وكمان هقولك إزاي تزود ثقتك بنفسك. الثقة بالنفس هي ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وتقييمه للأمور. وفي علم النفس يعرف الإنسان الواثق من نفسه بأنه شخص يحترم ذاته ويقدرها ويحب نفسه ولا يؤذيها ويدرك كفاءته ويثق بقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة. بيتكون شعور الثقة بالنفس على مدار السنوات بدءا من الميلاد مرورا بالتجارب والخبرات والعلاقات وتحقيق النجاحات. طيب هل في وقت مثالي لبناء الثقة بالنفس؟ ايوه، الحقيقة الوقت المثالي لبناء الثقة بالنفس هو مرحلة الطفولة، لكن العلماء وجدوا ان الثقة بالنفس بتزيد اكتر دايما بعد مرحلة المراهقة، وده ما يمنعش ان احنا ممكن نعزز ثقتنا بنفسينا ونزودها في اي مرحلة من مراحل العمر. ما هي أسباب انعدام الثقة بالنفس؟ يعني ليه شخص بيكون ما عندوش ثقة في نفسه؟ أول سبب لانعدام الثقة بالنفس هو النقد والسخرية والتنمر من الأهل والأقارب والأصحاب والمدرسين خلال أول 7 سنوات من النشأة. كمان عندي العقاب البدني والنفسي بيزود مشاعر الذل والخجل والانكسار. الفقر والحرمان ليهم دور كبير جداً في انعدام الثقة. الفشل أو التأخر في الدراسة يبقى إيه فايدة الثقة بالنفس؟ أهميتها عندي إيه؟ أول حاجة القدرة على اتخاذ القرارات، كمان إقامة علاقات إيجابية، التحرر من الخوف والقلق وعدم الأمان، تحقيق الأهداف والرغبات، زيادة ثقة الناس فيك واعتمادهم عليك. ايه هو شعور الثقة بالنفس؟ يعني الشخص الواثق من نفسه بيبان عليه؟ الشخص الواثق من نفسه بيتصرف بثقة، مش خايف من ردة فعل الآخرين. الثقة بتظهر في كلامه وتصرفاته وفي مشيته وطريقة جلوسه. كمان الشخص الواثق من نفسه تلاقي دايما الابتسامة على وجهه، ماشي مستقيم الكتفين بثقة، بيكون اجتماعي، بيصافح الموجودين لما يكون داخل في مكان، بينظر الآخرين في عيونهم ووجوههم عند الحديث، صوته واضح، بينادي الجميع بأسمائهم، كلامه كله أغلبه تفاؤل وإيجابية. عكس الشخص الغير واثق في نفسه بنجد إنه دايما خايف، مراقب، ما بيتصدرش الموقف ابدا، بيترك للاخرين دايما اتخاذ القرارات، تلاقيه دايما خايف ان هو يكون موضع لاتخاذ القرار. ايه اضرار عدم الثقه بالنفس؟ اول حاجه الشعور الدائم بالقلق وعدم الراحه والخوف، كمان فرض نوع من العزله الاجتماعيه والهروب من مواجهه الناس. تالت حاجه بذل مجهود اكبر للتعبير عن الذات. 4. عدم الإقدام على المشاريع والأعمال الجديدة خوفا من الفشل. 5. صعوبة اتخاذ أي قرار. آخر حاجة التردد قبل الكلام. إزاي أزود ثقتي بنفسي بقى؟ أول حاجة أخلي بالي قوي من كلامي لنفسي. الكلام الذاتي مهم جدا، والرسائل الذاتية لنفسي مهمة. بلاش أنا مقدرش، أنا معرفش، أنا مستهلش. بلاش تأنيب ولوم للنفس. أواجه مخاوفي، أتغلب على مناطق الضعف في شخصيتي. دايما ما أجلش أي عمل، ما انتظرش الفرصة المثالية عشان أبدأ العمل. أحاول وأبدأ وأشتغل وما خافش من الفشل أبدا. أخرج من منطقة الراحة، المنطقة دي اللي بتموت فيها كل الطموحات والأحلام، اللي بتضيع وقتك فيها وتشغل نفسك عن تحقيق أحلامك.
لا أكون أسير لآراء الآخرين وما ضيعش وقتي في جذب انتباههم وإثبات ليهم إن أنا إنسان كفء. أشتغل على نفسي وعلى مظهري، لأن المظهر أكتر شيء بيديك ثقة من نفسك، لأنك الإنسان الغير واثق من نفسه بيبقى خايف جدا من نظرة الناس ليه ولملابسه لشكله، فدايما اهتمامك بمظهرك بيديك ثقة زيادة. وأهم حاجة أزود من النجاحات واحتفل بكل نجاح، والنجاحات الصغيرة اللي أنا بعملها أدونها كلها، وفي كل مدة كده أطلع الورقة دي وأبص لكل النجاحات الموجودة وأشعر بالفخر عشان تزيد ثقتي بنفسي. آخر حاجة إن أنا أزود التعليم، أزود الثقافة، أقرأ كتير، أتعلم كتير، أحاول يكون عندي معلومات كتيرة عشان أعرف أتكلم فيها وما أكونش خايف دايماً. كده لو عملنا كل الحاجات دي هتزيد ثقتنا بنفسينا ونحقق نجاحات أكبر. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير، واكتب لي في الكومنتات ازاي بتزود ثقتك بنفسك، ولا تنسوني في صالح دعائكم. الدكتورة سميرة صالح.